شفتك تأخرت، قلت أجي أطمن على حاجتنا. حاجتنا إزاي يعني؟ أنا ما قلتليش إيه الحلاوة دي؟ أنا ما كنتش أتخيل أبداً إنه المصنع بالشكل ده. لو إيه؟ في مكان ما حدش يعرف إنه مصنع أصلاً. أنت عارف عشان أجي هنا رجالتي خدوا وقت قد إيه؟ جاي ليه يا بدر؟ جاي عشان نتحاسب يا ناصر. هو أنت كنت فاكر إنك هتكسب كل ده لوحدك؟ أكسب كل ده عشان تعبت. ما أنا كمان تعبت. خدش حقي ليه؟ حقك اللي هو ايه؟ انا هعتبر نفسي شريك بالنص. شوف انت بدات امتى وكسبت كام لغايه دلوقتي واقسم على اتنين، ده غير فلوس سلماوي طبعا. بس استاذنك انا عايز الفلوس كاش وبالدولار. وانا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من اللي انت قلتها. الحاجه اللي انا قلتها يا ناصر قدامها روحي. انا مش عايز اقتلك يا ناصر، افهم بقى. بس تنشيف دماغك ده هو اللي هياخدنا ناحيه موتك. انا اللي هموت ولا ادفع اللي انت بتقوله ده يا بدر؟ انا بقيت حر، ولو مت هاخد في وشي 1000 راجل وانت اولهم. انا ممكن اعمل فيك حاجه اوحش من الموت واخليك تتمنى الموت، وساعتها مش هنوله لك. زي ما انت ماسك عليا حاجات يا بدر، انا ماسك عليك حاجات اكتر بكتير. وعلى فكره انت اخرك مكشوف، سقفك متحدد، انما انا ماليش اخر. متاكد يا ناصر؟ زي ما متاكد ان نهايتك هتبقى على ايدي يا بدر لو صممت على اللي انت بتقوله. انت كده هتخليني اقول لك انا عايز 100%، وانت كده هتخليني اعمل لك حركه عيب. تحب اخد لك ميعاد مع اسرائيل امتى؟ اي وقت انا فاضي. شوف امتى ونروح له سوا. لا احنا كده فجرنا قوي. تشتغل يا ابني كويس. ماشي يا ناصر، ماشي. أنا همشي بس هرجع أكلمك تاني لما تكون رايق وهادي ومش متوتر كده. بس وحياتي عندك، لما تفكر تسخن عليا مرة تانية افتكر طنط توحة. السيرة دي لو جبتها تاني مش هتعيش يوم واحد يا بدر. يلا اطلع بره بره. أنا اسمي ناصر الدسوقي، افهم يا بدر. أم لا يا حبيبتي، بتصل اطمن عليك. انت بخير؟ الحمد لله الحمد لله. ماشي ماشي يا حبيبي. سلام سلام. مش هرد يا ناصر، مش هرد. خليك كده اقعد رن واغلي عشان اوحشك وتجيلي. ناصر ده صاحبك؟ صاحبي ايه يا اختي؟ ناصر ده جوزي. وهو بقى اللي مأجر لك الشقه دي كلها؟ لا يا اختي دي ملك. اصل ناصر غني قوي، بيشتغل في السلاح، في الحديد المسلح. وبعدين انتوا مالكم انتوا الاثنين بتقرروني ليه؟ ما تخليكوا في شغلكم. مستخسرين في نعمه ربنا؟ يا اختي اللي اداني يديكم. يا رب. يلا بقى خلصوني. لسه عندي حاجات كتير قوي، عايز انزل اشتري هدوم، هدوم كتير، كتير قوي. طب وبالنسبه بقى لشعرك اللي في حجرك ده، هتفضلي شايلاه كده كتير؟ لا يا اختي، هشيله في كيسه واشيله في دولابي. انا اصلا غلطانه اني سمعت كلامك وقصيته. ده كده احلى احلى.
فين الفلوس يا طارق؟ سكت ليه؟ وديت الفلوس فين يا طارق؟ فين الفلوس الأولانية والتانية يا طارق؟ نفسي أعرف عملت إيه بـ30 مليون جنيه؟ معايا. لا مش معاك. نصهم معايا. يا نهار أسود، والنص التاني راح فين؟ عملت إيه بـ15 مليون جنيه يا طارق؟ اتنصب عليا ارتحته؟ ومين بقى اللي نصب عليك؟ واحد خدم وهرب. كذاب، طول عمرك كذاب. لو مش مصدقين أنا ما أوريكم المكتب فين. يعني العمارة كانت هتتبني بـ30 مليون يا طارق؟ لا بـ15 بس. يعني كنت ناوي تنصب على ناصر؟ ده مش نصب، ده ضريبة. إن هو عايش مع عيلة أصلا ما كانش يحلم يسلم عليها في العادي. ده مهزأ وقليل الأدب كمان. هو غلطان إن هو عبر واحد شمام زيك. أنا مش مصدق، مش مصدق إن أنت ابني اللي أنا ربيته. ناصر يستاهل كل اللي بيحصل له. ليه؟ عمل لك إيه يا ابني؟ بلاش. بلاش أحسن تعرفه دلوقتي. مش مصدق، مش مصدق ولا حرف من اللي أنت بتقوله. مش مصدق إيه؟ اللي بقيت بفهم وعارف إن اللي معهوش فلوس في البلد دي ملوش أي لازمة. كنت هتبقى مبسوط لما ابوك يبقى حرامي ولا نصاب؟ لا، كنت عاوزك بس تبص لقدام وتعمل زي ما كل الناس بتعمل. وعلى فكره في بلدنا اسمها نصاحه مش سرقه. ايه بلدنا بلدنا بلدنا؟ ما هي بلدنا احنا كمان، عشنا عليها بامانه وشرف، وكفايه قوي السيره الحلوه اللي احنا سايبينها لكم. ايه القرف ده؟ يا بنت الكلب، يعني ما قالتلكيش رايحه فين؟ لا ولاك لا. انت بتزعقي يا بنت ليه كده ومكرشمه وشك؟ جو يا تكنيله. اسألك كنت فين عشان باين، بس ما بترديش عليا ليه؟ ما بترديش على التليفون ليه؟ بعدين انت قصيت شعرك ايه القصير اللي انت ماشي كده في الشارع؟ ما بترديش عليا ليه؟ ردي. عشان اوحشك يا ناصر وتيجي تشوفني. شكلي حلو قوي. العربية الجديدة حلوة قوي يا ناصر، تعيش وتجيبلي. تعيش وتركبي. خبطتها على فكرة، قلت للسواقني عايزة أجرب أسوق فخبطتها. تعيش وتكسري. خضتيني عليك على فكرة. بجد والنبي يا ناصر اتخضيت عليا؟ مالك مبسوطة قوي كده ليه؟ عشان عرفت الطريقة، عشان أعملها بقى بعد كده. طب فكري تعمليها تاني كده يا بنت انتصار وشوف هعمل فيكي إيه. لا خلاص مش هعملها تاني. بص جبت لك ايه؟ ايه كم المصاحف دي؟ هقف بيهم في السياده ولا ايه؟ عشان تحطهم في عربياتك يا ناصر. اجمل هديه في الدنيا.